من عمان معي محمد حواري المتحدث الرسمي باسم المفوضية سامية لشؤون اللاجئين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. جميل أن نتحدث عن شق إيجابي جدا ومشرق، المواهب، مواهب اللاجئين. تعليقك طبعا على هذه الموهبة التي نالت الجائزة، وإلى أي درجة نتحدث عن مواهب عديدة أيضا حتى لو لم تكن قد يعني اشتهرت ووصلت للإعلام؟ تعلمين أن اللجوء هو فقدان للوطن الكامل والكثير من الألم في داخل الحياة، وعندما ترين أي قصة نجاح بهذا المستوى تشعرين بالفخر بأن كيف استطاعوا تجاوز الأزمة وبدأ حياة جديدة متزنة كما هو الآن، كما هذه الحالة. الكثير من الحالات الموجودة في الداخل المخيمات أو خارج المخيمات في كل دول الجوار للأزمات التي يكون فيها لاجئين، عندما نسمع عن أي قصة نجاح حتى لو كانت بسيطة جدا تكون مبدعة. لو علمنا أن شخص مثلا تعلم صنعة جديدة وأتقنها فأنت تشعرين بسعادة غامرة، كيف عندما يكون هذا الشخص استطاع أن يكون رسولا يحمل وسفيرا يحمل رسالة عظيمة إلى دول أخرى، كتلك الصبية السورية التي شاركت في الأولمبياد، كتلك الفتاة الصغرى التي ألفت كتاب، كذلك الفنان الذي رسم لوحة. كل هذه القصص تجعلنا نشعر بفخر أن العمل الذي نعمل من أجله ونسانده أصبح له ثمرات تخطف اليوم من خلال هذه النجاحات. نحن في داخل المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين بالرغم من محدوديات الموارد إلا أننا من خلال التعاون مع الشركاء على الأرض دائما نحاول إيجاد حلول وبرامج من شأنها تطوير هذه الفئات. في زيارتكم السابقة للأردن قد شاهدتم فتيات التايجر اللي هو أحد المشاريع الصغرى التي من خلالها فتيات على القراءة، على الرياضة، على غيره من العمل. من خلال هذه البرامج التي تفتح للذكور والإناث نستطيع اكتشاف وصفيات بعض المواهب ويتم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص سواء كانت أندية رياضية أو معاهد أكاديمية أو من يهتم بالنشر أو من يهتم بالفنون حتى يستطيع هؤلاء اللاجئون الالتحاق بها وتطوير مهاراتهم، بالتالي يصقل هذا الهواية أو الميول إلى احتراف وعلو. ولله الحمد جميع النتائج التي خرجت إلى اليوم عندما يقفون على المنصات الكبرى فهم يتحدثون عن أخوتهم اللاجئون ويذكرون العالم بأهمية المتابعة لهم. أي مواهب أخرى ممكن أن نذكرها كأمثلة على هكذا نجاحات سيد محمد خاصة عندكم مخيم الزعتري؟ والله خارج مخيم الزعتري قبل أيام التقيت بشاب عنده إعاقة شبه كاملة لكن لديه إحدى يديه تتحرك، استطاع من تأليف كتاب يقع في أكثر من 250 صفحة. هذا الشاب كتابه يتحدث عن التحدي الإعاقة وكيف استطاع أن يكون ذو همة عالية. مثل هذه الموهبة هو يحتاج إلى صقلها من خلال ربطه بدور نشر مميزة تستطيع نشر كتابه بالشكل الأفضل، يلتقي بكتاب آخرين. تحاولون أنتم مساعدة بهذا الموضوع أم تحاولون على الأقل إيصال الصوت؟ يعني لا، نحاول بالطرفين، إيصال صوته ومساعدة. إيصال صوته وأنتم مسؤوليتكم الإعلاميون. لا، أنت بتوصلنا حالته ونحن بنوصل صوته بكل تأكيد. ترسل لك معلومات الكاتب وتنطلق من هناك. قابلنا أيضا فتاة أردنية بالتقاء مع فتيات سوريات استطاعوا تأليف كتاب ليلة 15. التقيت بفتاة أخرى ترسم على الزجاج. هذه المواهب الصغرى بنحاول إحنا نوصلها للإعلام حتى يتحدثوا عنها، حتى تلفت انتباه من هو مهتم. إذا ما كنا إحنا عندنا العنوان الصحيح، لأنه دائما ليس دائما نعرف العنوان الصحيح إلى أين نوصل هذا الصوت، من هي الدار أو من هي المؤسسة أو من هي الجهة الأفضل التي من شأنها أو بإمكانها رعاية هذه الموهبة وإيصالها للأعلى. يوجد لدينا مجموعة ذهلوا إلى أندية مثل برشلونة إلى ريال مدريد ولعبوا معهم الكرة وتعلموا. يعني بعض الحين قد نصل إلى عناوين صحيحة لكن ليس بالدائم، لكن من خلال الإعلام وطرح الوظائف وسائل الإعلام قد توصلنا إلى عناوين أفضل. نعم، سننسق معك يعني طبعا سيد محمد لنعرف تفاصيل مقام به هذا الشخص المتميز ونعرف تفاصيل كتابه
وننقل موهبته ونرى أين ممكن أن نذهب. شكرا جزيلا من عمان محمد حواري المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.